الله مشاهدينا الكرام في الرصد اليومي الفعاليات مواسم السعودية وتحديدا موسم الرياض اللي يعتبر من أكبر المواسم في السعودية. اليوم بنعيش معكم تفاصيل اليوم الأخير من معرض الصقور والصيد السعودي. هالمعرض يا نرجس تنوع بوجود أسلحة كبيرة جدا مخصصة للصيد وبرضو أنواع من الصقور اللي جاية من مختلف دول العالم. خلنا نشوف نرجس إيش وضعها. أنت لك في الأسلحة ولا صقارة؟ أنا مع حرية الفرد، اللي يبغى يصيد وعنده سلاح، واللي يبغى صقور في صقور. حبيت الدبلوماسية هذه يعني. شفت محمد، لكن بالطرق الرسمية طبعا شراء الأسلحة. بس لو بتجي تسألني يا محمد، أنا أشتري صقور مزايد لأني ضد الصيد الجائر. طفلين ما تتجاوز أعمارهم 10 سنوات عندهم هواية غريبة وعجيبة، واحد يحب القنص والثاني تربية الصقور. محمد المشاري راح وسوى معهم لقاء، خلونا نشوف. شيهانة طفلة ما يتجاوز عمرها 10 سنوات وعندها حب عجيب وهواية للقنص وتربية الصقور. واللي بيدي شاهين جبلية، وأنا أحب الطير، دائما نروح أنا وأبوي للبر وعلمني على كيف التدريب، علمني كيف أبرقع وعلمني على كل شيء. فأنا كل شيء من حبي إلي نورة، والله حب مو طبيعي. أول شيء كانت نورة بيدي، وبعدين أنا هديتها، أبوي قال لي هديها هديها، وبعدين طلعتها برا الشباك وهديتها، بعدين فتحت برقعها وراحت نورة وطارت لها وشافتها وبعد صادتها انتهت. بعد وقفنا كذا بالسيارة وجينا أخذنا نورة هي والحمى. وصادت؟ صادت كراوين وحمام. ما شاء الله. تاكلين كراوين وحمام؟ لا. أول شيء من يوم عمري 6 سنوات صقار، والحين عمري 13 وبدخل 14. والطير ذا طرحت فيه بحبارة بالدبدبة وأقنص مع أبوي. أنا وهوايتي من يوم صغير أني أربي الطيور. شارك في معرض الصقور والصيد السعودي أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى 250 جهة متخصصة في الصقور، مما ساهم في انتشار صيت هذا المعرض. بلغ عدد زوار ما يقارب 200,000 زائر. تلك الأرقام تعكس مدى تنوع هذا المعرض واجتذابه لجميع الفئات العمرية. نفدت أسلحة الصيد المرخصة المقامة في منصة معرض الصقور والصيد السعودي، والذي يقام ضمن موسم الرياض هذا، وتم إضافة أكثر من 30,000 قطعة ليصبح عددها 50,000 قطعة في هذا المعرض. استعرض معرض الصقور والصيد السعودي مجموعة من الأسلحة النارية والهوائية مع إمكانية شرائها بعد التصريح. يحق للشخص شراء 5 أسلحة و100 طلقة. سيدات بنعومة أيديهم حاضرين في هذا المعرض، لكن بطريقة مختلفة، والأول مرة صقارات يهوون القنص والصيد بس بطريقة مختلفة. نرجس العوامي زارتهم، خلونا نشوف. لسنوات طويلة وهذه الهواية للرجال فقط، اليوم نشهد السيدات في السعودية اقتحام لهذا المجال ولهذه الهواية المحببة عند هالفتيات. طبعاً راح نتعرف اليوم على قصصهم وتربيتهم للصقور وأيضاً ليش اقتنوها، خلونا نشوف. أهلا وسهلا فيكم. كالعادة عند دخول أي مجال جديد وخاصة للسيدات يكثر فيه
السؤال، هل هدول السيدات سعوديات بالفعل أو لا؟ رح نسأل أبرار وخلود ونتعرف عليهم أكثر ونتعرف على هذه الهواية. نحن الحمد لله سعوديات وطبعاً الحمد لله أثبتنا جدارتنا، لكن ما يخلو أنه السوشيال ميديا يحبوا يعني يطلعون أمور ما لها داعي. حلو، وأنت خلود؟ أنا أشوف أن الصقور هي رمز للقوة، فهي تمثل حضارتنا كسعوديات وثقافتنا. خلود، حابة أسألك، يعني إحنا نشوف في مقتنيات وأشياء تابعة أكسسوارات للطيور، هل منشوف عشانكم بنات ألوان مختلفة بالناتية ولا؟ موجود، متوفر جميع الألوان. حلو، يعني نشوف بينك أحمر. موجود البينك. طيب ما تخافوا من إنهم ينتقدوكم؟ لا بالعكس، المجتمع الآن متقبل فكرة أن البنات يمارسون هذه الهوية. في زاوية ثانية من زوايا هالمعرض الكبير، سارة القحطاني من فئة الصم لكنها تحب الصقور. اولا تقول انا جاني الاعلان عن طريق سناب السوشيال ميديا من احد الصم من الفئة انه في سحب عن الصقور، 3 صقور للصم من طريق النادر، وفاجئت بتحمسها اخذ الصقر عن طريق السحب. واحدة من اهم الزوايا في هذا المعرض قسم الاسلحة، واللي شهد اقبال كثير من الناس من افتتاح معرض الصقور والصيد في السعودية، الأسلحة وخفاياها عند خلف الخلف. خلونا نشوف. نرتدي القفازات، وهذه طقوس حمل واحدة من أغلى القطع في هذا المعرض. على مساحة 36,000 متر يقام هذا المعرض، وعلى زاوية من زوايا هذا المعرض ستجد معرض الأسلحة. هذا السلاح الذي أحمله الآن قيمته 760,000 ريال سعودي. هناك العديد من الأسلحة، هذا القسم يشهد تفاعل غير مسبوق. المكان يعوج بالأسلحة وذخائر الصيد. اللي شدني في هالمكان زحمة كبيرة وإدارة أمنية محكمة. أثناء جولتي في هذا المعرض وجدت هذا السلاح وصناعة يدوية مطلي بالذهب، صناعة طبعاً ألمانية، وسعره يعتبر من أغلى الأسلحة في هذا المكان، سعره 280,000 ريال سعودي. طبعاً هنا نتحدث أيضاً عن عدد كبير جداً من البنادق وأيضاً الأسلحة النارية وحتى الذخائر، والتي مثل ما ذكرنا تشهد إقبال كبير جداً في هذا المعرض. انتهى المعرض السعودي للصقور والصيد، طبعاً كان في إقبال كبير من الزوار على هذا المعرض اللي بيكون فيه أكيد فعاليات مختلفة في موسم الرياض. طبعاً يا نرجس، تخيل أنه في رغبة كبيرة من عشاق الصيد والصقور في السعودية باستمرار هذا المعرض اللي أشبع رغبتهم على حد وصفهم. وإحنا نقول يا نرجس اليوم أن حب الصيد والصقور متأصل في قلب كل عربي منذ الأزل. أشوفكم على خير.